بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم في قناة روائع وإبداع دهبك. معنا زي ما شايفين كده يا جماعة ريموت سبايدر أو هوماكس 008 بتاع الريسيفر. نشوف كده يا جماعة، نشوف اللمبة دي بتنور. لا ما بينورش أي حاجة. الزبون بيقول لي ده إيه؟ ما بينورش أي حاجة. طيب نعمل إيه يا جماعة؟ حاجة زي كده طبعا انا شاكك في اللي نجرب الاول البطاريه، شكله معضعضها اهو كده. نركب اتنين موثوقين منهم حجره يعني او بطاريات ونشوف كده هيشتغل ولا لا. لا يا جماعه ما نورتش اللمبه برضو، لازم ايه يبقى العطل جوه. يبقى احنا ظلمنا الحجره، هنسيبها كده عشان نرجعها تاني اهو. نفتح بقى الجهاز، شكله فتحه باين عليه كده، حاول فيه نحاول نفتح كده يا جماعة. طبعا نستخدم ضوافري اسرع اهو كده يا جماعة. نفتح انا ده بس ما يكونش دمره او في حاجة كبيرة يعني. حتى مركب الحجيرة غلط اهو، السوسة مركبها غلط اهو. بسم الله نشوف كده، ما فيهوش اي مكونات يا جماعه. اهو كده نبص اي الحامات مفكوكه ولا لمحت انا يا جماعه، لمحت انا في كسر هنا اهو، شرخ في شرخ كده يا جماعه. طبعا ده هضطر اشوف ايه العدسه بتاعتنا عشان اعرف الحمه ان شاء الله يتلحم اهو. ادي العدسه بتاعتي يا جماعه اللي انا بقى بشتغل بيها في الحاجات الضيقه. هشوف بقى انا كده ايه، معلش عشان هقرب شويه فايه احمله او الحم اللحام ده وارجع لكم تاني. خلاص يا جماعه اهو، رفعت اللي هو السلك الاخضر ده عشان اعرف الحم، واجيب كده اسخن المكان شويه اهو كده يا جماعه. ألحم مسار ورا مسار أو كده يا جماعة. اهو كده يا جماعه حاول الحم بقى ايه، في فرده اتلحمت وفرده لا، بس عشان السلكتين قريبين من بعض نبقى حذرين شويه. اهو كده طبعا نتاكد كده من بقيه الحاجه، يعني مثلا كده الاي سي دي نعيد التسخين عليها، احتمال تكون رجل فتحة ولا حاجة. فاحنا بنعيد عليها في التسخين، نتأكد كده ان مفيش رجل لحمت مع رجل. الحمد لله مفيش. برضو نعيد نشغل الليد ده، يا رب يكون ايه اشتغل. اجرب كده يا جماعة. خلاص يا جماعة نشوف كده ونجرب اهو، يا رب يشتغل. نقفل كده ونشوف ايه هينفع ولا لا. بسم الله اهو. بصوا يا جماعة الحمد لله اشتغل اهو، شايفين اللون اللزق اللي طالع ده اهو، اللي طالع من اللمبة كده معناه ان هو اشتغل. ارجو ان اكون وضحت ووريتكم طريقة تصليح اعطال مختلفة من الريموت. هنا في شرخ الحمد لله عريناه وادينا له قصدير، ممكن نديله سلكة رفيعة
معاه عشان يمسك جامد. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.